واش اخو السلام عليكم، معكم امين. غبرت عليكم، طولت عليكم الغيبه. المهم انا رجعت، كنت عندي شي مشاكل، شي حوايج كان خصني نبدل لاصال هذه. المهم دابا انا مزيان معاكم، حاضر ناظر. غدا غنلوح لكم اول فيديو. سو هذا الفيديو اللي درتو غيكون بحال الفلاك، غادي نتعشى. ساليت لونطريمو ديالي كما تشوفوا، انا باقي يلاه بدل الحاله، غادي نمشي نتعشى. غادي نديكم معايا تشوفوا باش نتعشى. ليتس كو. ريموليمو في الباكسن زرقوا لي عيني، حرام. محتي جيعان، في الجوع، ما كليتش باقي. وصلنا، غنديكم نوريكم كيفاش كنقدر الماكلة، كيفاش تاكل في طالون. تجي طالون، شنو الماكلة اللي تاكل منها، شنو الماكلة ما تاكلش منها. الحاجة مهمة عندهم في طالون هنا، كيدير واحد الحاجة سميتها ام اس جي، واحد المادة كتخلي الماء، واحد المادة كتخلي الماكلة بنينة، ولكن ما مزيناش للصحة ديالها. يعني ماشي لكاع الناس، غير شي ناس ما مزيناش ليهم. يلا معايا. الدراجة النارية. المهم انا غادي ندير الكاميرا في الموتور وغنديكم معايا وغنشوفو الشوارع في طالوند. الواحد المسافة تقريبا كنسوق لها شي 10 دقائق بالموطور. غتشوف الدنيا كي دايره، هي واعره في طيبون مزيانه، الناس متواضعين، كعجباتني طيبون بزاف. المهم يلا معايا، ما نطولش عليكم، ليتس جو. كما كتشوفوا الخوت، باركيت المويطر تما، زيت كركرتي، وانا داخل واحد البلاصه. هاد البلاصه هادي دايره بحال المول، هو ماشي بحال المول لانه هو مول. فهنا سميتو تيرمينال 21، يعني المحطه رقم 21.
بحال تدخل ليه بحال كنت في مطعم هو على مول، كتلقى باريس فرنسا لندن هذه تما كاينين شي طياره لا كتشوف تما واحد الطياره كبيره. المهم محاولين نديروا القضيه كامله بحال الطياره. المهم كيما شفتوا البلاصه ما بعيداش بزاف، ما كانتش بعيده عليا بزاف، قريبه تقريبا شي 5 دقائق ولا 10 دقائق من الطريق كنمشي بيها سيمبل ايزي. اسكت ندوز من التويشية هذه اللي تكون عندي شي قنبولة ولا شي حاجة. مول هذا يعني واعر واعر بزاف، عجبني ستايل زوين. واللي عجبني اكثر في تايلاند هو الناس ديالها، الله يعمر لهم الدار، الناس ديالها رب الخوار. فاش غنجلس ان شاء الله غناكل غنوضري الماكله غنجلس غنقول لكم شي حوايج شي نصائح تعرفهم على تايلاند زوينين زوينين بزاف، ونتمنى انهم يكونوا حتى حنا عندنا في المغرب. يلا معايا تشوفوا، خليكم تشوفوا خصنا نطلعوا للطاج الاخر، واش وقع الطاج السابع هو اللي فيه القص سان فرانسيسكو. لندن، let's go to لندن. إيطالي الأخرى طوكيو. سان فرانسيسكو القص، هذه الباص هذه مختصه غير بالماكله، هذا الفلور هذا كامل اللي دابا طلعت ليه مختص غير بالماكله تقريبا. هذا السابواي شركه امريكانيه. المهم كنمشي ليه كناخذ واحد الكارطه كنخلصها كندير فيها الفلوس وكناخذ اي حاجه بغيت وكنسوايبي. Can I check how much I have? Sorry. Thank you. 200? It's good. Thank you. Thank you.
هذا اللحم ديال البيب ماشي ديال البيبي ديال الطاك ديال البط هذا اللحم ديال الحلوف Can I have number 2? It's 3 course, 1. Let me have just number 2. This one? The cheese? And boiled egg. Yeah. Huh? Separate? Oh, separate. So let me have a second. Again, this, and I pay extra for egg. So this is number 2. Finish number 2. All right, come. Thank you. Now I pay the egg. Good. Yes. There you go. Thank you. Thank you. بل مسخون. Can I have mango mixed with that? Yes. I mean not mango. Coconut mixed with that. With this. Yeah. 45. Okay. Yeah. No problem. No sugar. Yes. No sugar. بلاصه ديال المجلس كاين الضو مزيان باش كنت نهضر معاكم ما نبان لكم مزيان لقيت واحد البلاصه مزيان هنا واش الخوت كبرت عليكم
تقريبا دي سيمانه ما هضرتش معاكم والو. كما قلت لكم شويه مشغول لا صار لي جيت باش كنخصني نترين فيه ما عجبنيش الحال ما كنتش باغي نترين فيه بصح خصني نمشي لاصال واحد اخر سوقيت واحد لاصال واحد اخر مشيت عجبني تريني دابا تنتريني فيه تقريبا هاد السيمانه السيمانه الثانيه بخير الحمد لله. المهم انا معاكم دابا غنديروا بزاف فيديوهات جايين ان شاء الله في لاصال في التكنيك في السبور ديال الكارديو ديال الناس اللي كيسولوني بزاف جنوا بزاف ميساج من عندكم زعما ما عرفتش كيفاش غنجاوب عليكم كاملين سو خليت باش ندير هاد الفيديو هذا ونجاوبكم. المهم الا كتشوفوا التبسيط الماكله اللي خديت هنا خضرة الشرم الروز والبيض هذا هو العشاء ديالي ماكلة نقية ما فيهاش الصوص بزاف لان الصوص هنا كيديروا فيه بزاف من الملح وداكشي كنحاول ناخذ حاجة اللي كلين نقية لان عندي الكومبا جاية قريب مع من واحد جوج سيمانات ما عرفتش النهار بالضبط مي خصني كما تنقول خصني نكون بقى موجود نكون موجود. كما قلت لكم بلي انا خصك تاكل الكارب سو البروتين سو الروز كما كتشوفوا هو الكارب والبروتين هو اللي كاين في الشرم واخا ما فيهش الشرم بزاف خديت بيضه بيضه فيها البروتين والخضره لانني ما خديتش خضره بزاف في النهار سو بغيت ناخذ خضره هي نورمال ما كناكلوش خضره بزاف بالليل مي خديتها غير باش ندير بها وهاد الخضره هادي مخلطه مع الدجاج صدر ديال الدجاج حتى هو فيه البروتين. المهم خليني ناكل ونهضر معاكم ما عارف نهضر نبقى ناكل صعيبة اوراي خد الماكلة دابا سالات الحمد لله المهم رجعت باش كانت الماكلة زوينة زوينة طبسي الخوا ما بقى فيه والو يحتاجو يغسلو شي حد يقول لي ورنا طبسي لها يعني كليت تنفخ الحمد لله الحمد لله. المهم الخوت كما قلت لكم كانت سيمانة متحفزة الحمد لله كانت سيمانة ديال 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 تنقلب مزيان ونعرف طايلون مزيان اكثر من اللي انا سمعت عليها في الانترنت وصافي لان كانت هذه هي اول مرة ديالي في طايلون. المهم بدلت بلاصة مشيت لواحد بلاصة اخر دابا كنتريني فيه الكومبا ان شاء الله غادي نلعب من هنا واحد جوج سيمانات ما عرفتش النهار بالضبط ولكن غنلعب ان شاء الله في القريب غنخلي لكم الناس كتسولني فاش غنلعب غنخلي لكم ميساج في الانستغرام ولا غنخلي لكم بوست في الانستغرام ولا بوست في يوتيوب باش نقول لكم كيفاش غنلعب بالنهار بالضبط انفو غير كونفورمي. نهضروا على تايلاند شويه تايلاند من احسن الدول اللي جيت لهم يعني سافرت الحمد لله بزاف تايلاند احسن امريكان دابا الناس غايقول لي واش حمق تايلاند احسن من امريكان الناس ديالها الله يعمر لهم الدار الناس ديالها مزيانين التعامل مزيان ما كاينش ريسز يعني ما كاينش انت ابيض بحال سمر كلشي بحال بحال الماكله رخيصه الناس ديالها متواضعين بزاف 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 ما تحصلش في شي بلاصه سو الحمد لله دابا انا في كما قلت لكم انا في هذا المول اللي وريتكم جيت تقديت تناخذ الماكله هاد البلاصه هادي كنقولوا حنا واحد البلاصه بسميتها الماركت في المول فيها ريستورانت بزاف كتجي كتاخذ الكارطه كما شتوني شت شحال فيها الكارطه درت فيها الفلوس هادي شي يومين هادي والناس كيكاشيوها انا ما كنكاشيهاش لاني غنجلس سيمانه شهر هنا وكنجي لهنا بزاف سو خليتها معايا درت فيها تقريبا شي 500 باط خليتها معايا تتسالي كنعمرها عاوتاني
الماكله اللي شتوني دابا كليت العصير وهذه 45 باط زيد عليها 45 باط زيد عليها 35 باط قلت تقريبا شي اخوكم عيان في الماط 90 باط 90 باط هي تقريبا شي 3 دولار هي شي 600 ريال باش كليت هذه الماكله كامله. الماكله رخيصه تقدر تاكل خاص يعني هذا العصير ماشي لابد منه انا غير خليته ولكن تقدر تاخذ غير الماكله اللي خديت انا 10 دراهم يعني في امريكان ما تقدرش تاكل بحال هكا اقل حاجه لو بغيتي تاكل ماكله وماشي نقيه ماكله غير عاديه خصك على الاقل 10 دولار ولا 20 دولار يا 20 دولار اللي هي تقريبا 4000 ريال ولا 15 ولا 3000 ريال باش تاكل ساندويتش عادي. اما لو بغيتي ماكله نقيه بحال هكا تعرف شنو بغيتي غاليه شي شويه غتاخذها غاليه شويه. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا ماشي هو امريكان، الموضوع ديالنا تايلاند. تايلاند الحوايج اللي زوينين في تايلاند، الناس زوينين الله يعمر لهم الدار. الاخلاق باش من الاخلاق انك لما تسيدي شي حاجه في شي حاجه ما كاينش شي واحد يديرك. انا كان عندي صحابي تايلاند الاخر شي بالليل يقدروا يكريسي وكل شي حاجه ما كاينش شي واحد يديرك. كنركب على موتور دابا ديما كنسى السيرو في الموتور في الموتور ديما الغارديان كي يحيد السيرو تيخبي ليا تتنجي ويعطي ليا هاك تنخلي الكاسك ديالي في الموتور ما عمر شي واحد قاسو نخلي قرعه الماء معلقه شي حاجه ما عمر شي واحد قاسو نسيت الشكاره ديالي فيها الباسبور والفلوس نسيتها وخليتها معلقه في الموتور ما عمر شي واحد قاسو نسيتها جوج مرات فاش رجعت لها لقيتها يعني ما خليتهاش في وقتها بزاف ولكن فاش رجعت لقيتها باقه الغارديان ديال المواطر فين ما مشيتي كتلقى المواطر ديال الباركين الغارديان موجود في اي بلاصه ما تحتاجش تخلص ماشي بحال المغربيين عاد تمشي للغارديان بحال تحط الموطور تبدا بزاف مع الخلاص الغارديان لا خلصني 100 ريال 10 دراهم هنا كتخلص من الناس ما طامعينش فيك تعطيهم حتى حاجه يعني فاش كنمشي نباركي دابا بحال دابا انا مباركي هنا باش نمشي نباركي لتحت غادي نجي نركب على موطوري حتى حد ما غيوقف عليا حتى حد ما غيجي يقول لي لا خلصني ما والو ولكن موطوري محضي داك الغارديان كيتخلص من هاد الموطور من هاد الشركه هادي وهكا غادا في جميع البلايص سو باركين فور فري. واحد الحاجه اخرى اللي تارت من انتباه ديالي بزاف في تايلاند ومزيانه ان تايلاند رخيصه رخيصه مقارنه اللي انا عايش في امريكا تايلاند رخيصه مقارنة مع الدول الاخرى اللي سافرت لهم هذه هي ارخص دوله يعني كاري موتور دابا انا 40 يوم كريت موتور 40 يوم ب 3000 الباط 3000 الباط اللي هي تقول تقريبا شي 10000 ريال وقيلة ولا اقل من 10000 ريال المهم 3000 الباط 3000 الباط كل 1000 باط كل 1000 باط تقريبا شي 30 دولار سو 30 دولار 60 دولار 90 دولار تقريبا يا تقريبا شي 16000 ريال ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كري موطور 40 يوم عندي الموطور تاد عندك معاه جوج كاسكات تمشي ندير الكاس كنمشي نديرو عند السيده هي نيت ما تنمشيش حتى بلاصه اخرى تمشي بيه في اي بلاصه بغيت نتحرك بيه في اي بلاصه بغيت غير هي الحوايج اللي خصك تحضي معاهم في تايلاند انك فاش تكون باغي تجي في تايلاند الا كنتي عايش في اي دوله ما تجيبش معاك البيرمي ديالك وتقول هذاك هو البيرمي اللي خصك تصور فيه لا خصك تجيب البيرمي ديالهم يعني باش تمشي تعمر على الفيزا ولا ما بغيتيش تعمر على الفيزا بغيتي تسوق خصك تمشي للقنصليه وتقول لهم يعطوك بيرمي باش تسوق القنصليه في الدوله ديالك وتقول لهم يعطوك بيرمي باش تسوق لانني جيت هنا دابا انا كنسوق الموتور عندي بيرمي امريكان وعندي بيرمي المغرب المهم بيرمي امريكان انترناشونال ولكن ما محسوبش هنا في تايلاند لان انا خاصني بيرمي ديال تايلاند سو شدني بوليسي ديك النهار كنت غادي صايق شدني بوليسي وعطاني تيكيتا فيها شي 400 با اللي هي تقريبا شي 10 دولار شي 100 درهم. المهم مشيت خلصتها وبقيت تنسوق الموتور فاش مشيت عند السيده اللي كرات ليا الموتور اللي هي شركه عندها شي واحد شركه صغيره قلت لها راه شدني بوليسي قالت لي ماشي مشكل قالت لي ما عندك ما دير قالت لي خصك تمشي ترجع للدوله ديالك ما عندك ما دير قالت لي غير ما تمشيش للبلاصه اللي فيهم التوريست اللي فيهم زعما السياح وداك الشيء وتقدر تسوق الموطور سو داك الشيء اللي كندير كنمشي الموطور في اي بلاصه كندير الكاسك بعد ما كنديرش الكاسك المهم لا شدني بوليسي معول نخلص من الغلط سو الا جيتي لتايلاند بغيتي تسوق خاصك
تاخذ معاك تجيب معاك البيرمي يعني تمشي لك تفر مثلا في المغرب كتي في الرباط مشى القنصليه ديال طيمان في الرباط وتابلاي على البيرمي باش ابلاي على الفيزا ولا كتي في امريكان ولا في شي دوله اخرى اللي عندك بيرمي انترناسيونال كيسحب البيرمي ديك تقدر تصوبي اي بلاصه بحال اللي عندك في امريكان لا خصك تمشي للقنصليه وتاخذ البيرمي ديال ديالهم واحد الورقه كيعطيوها لك يمكن تصوب بهذيك المده اللي انت جالس فيها في طيمان. شنو اخر واحد حاجه اللي شفتها في هاد البلاصه اللي ما جاش فيها هذيك الضحك ان فيها بزاف الناس جاوا خداو التقاعد ديالهم جاوا جالسين هنا يدبر لي على شي تايلانديه صغيره كيعيش معها الحياه وعايشين ديما راهم في البحر ديما راهم خارجين يعني اغلب البلاصه في البلاصه هذه حيت نجي واحد البلاصه في منطقه اخرى طول البحر تنشوفهم بزاف يعني كما كنشوف شي راجل كبير كنشوف معاه شي بنت صغيره هي اللي جالسه معاه دي صاحبته ولا مراته ولا مهمه شنو اخر بغيت نقول لكم على تايلاند شنو اخر البيرمي الفيزا باش تاخذ الفيزا لتايلاند داكشي في المغرب انك غتمشي للقنصليه ولا في الويب سايت ولا تمشي للقنصليه في الرباط ديال تايلاند تمشي عندهم تعطيك واحد ابليكيشن اللي هي كتعمر فيها غير المعلومات ديالك خصك تجيب ليهم البنكه اللي غولي ديال البنك فيهم على الاقل 140 الف ريال خصك تجيب ليهم انك خدام في شي بلاصه في المغرب ولا لك تي ما خدامش شنو جاي دير هنا في تايلاند داك تيجي لاصال تصل البلاصه اللي انت جاي ليه وتقول لهم يصيفطوا لك ورقه بانك انت جاي عندهم انهم غيستقبلوك انفيتيشن خصك تجيب ليهم البي ديال الطياره انك تكون قطعتيها ولا لك زعما وجدتي بي الطياره كتجيب لهم كابي وخصك تجيب لهم البي ديال لوطيل فين غتجلس لك تي مثلا لاصال غتجلس فيه كتقول مول لاصال يكتب لك ورقه انك غتجلس معاه ما كنتيش غتجلس معاه كتجيب لهم بي ديال لوطيل صافي كتدفع عليهم الفيزا كتخرج على جوج سيمانات ما تعطلش هادي ما نقدرش حقا نقولها يعني تقريبا على حساب فين شمن دوله انت ولكن فاش درت شي شويه البحوثات وهذا الشيء الفيزا تخرج على جوج سيمانات جيل تايلاند واحد الحاجه اللي هي مهمه ان اللي صال هنا ما كيحتضنوكش فور فري بزاف الناس يقول لك وانا خصني نجي لتايلاند خصني نجلس في الفري كتمشي تمني في لاصال كتخلص انا كنلعب انا بطل الحمد لله جيت هنا وكنخلص لاصال مشيت اولا على لاصال ديال بوغانم ترينيت فيه خلصت كنت باغي نجلس فيه شهر و 10 ايام ما عجبتنيش القضيه ما جلستش فيه خلصت لهم تقريبا نص جلست غير سيمانه ومشيت بحالي ما بقيتش باقي نجلس نتني تما لاصالات الاخرين خصك تمشي فيهم تتخلص يا كاين واحد الحاجه تسمي تا سبونسرشيب يعني كيحتضنوك كديتي تترينيو بيك تيعلموك تيوجدوك وكيلعبوك ولكن باش كتلعب كياخذوا لك واحد البروسونتاج كنعرف ابطال بزاف مغاربه هنا ومن دول اخرين دايرينها بحال البطل عمر دايرها ولكن راه ماشي انك انت ما عندك حتى القاب ويمكن لك ديرها راه ميمكنش خصك تلعب وتحصل الالقاب بحال البطل عمر ولا تحصل على الالقاب بحال الابطال الاخرين ويمكن لك ديرها انا فاش جيت هنا ما كنتش باغي ندير هذيك القضيه جيت بغيت نخلص على لاصال ديالي لان فاش كتدفع فلوس كتخدم اكثر ماشي كتخدم فابور فاش كتدفع الفلوس كتضرب تما راه مخلص هنا خصك تريني مزيان من المره الجايه فاش جيت جاوني دابا عروض بزاف من عند ليصال وملاصه اللي كانت تريني قال لي المره الجايه فاش جي انني ما نحتاجش نخلص نجي نقول لهم انا نجي نلعب وفاش غادي نلعب ياخذوا لي واحد البرسونتاج من الباي تشيك ديالي وبنفس الوقت انني حيت عندي الناس بزاف فالوني في انستغرام غنبوست ليهم غنجيب لهم الناس وواحد الحاجه اخرى اللي كنعاونهم بها انني كنهضر باللونجلي وفاش كيجي شي واحد ما كيهضرش كيبغي شي حاجه باللونجلي كنهضر معاه كنتفاهم معاه كنعاونو سو هذه النقطه مهمه داكشي علاش نقول لكم اخوت داكتي في المغرب وباغي تخرج قبل ما تفكر تحرق ولا تمشي شي دوله فكر تقرا اللونجلي فكر تشد اللونجلي الانجليش اللونجلي دوله باش كيتمشى العالم كامل
هنا واخا الناس ما كيهضروش ولكن انا شيني غادي بها الحمد لله، كنهضر بها مع الناس، كنخرج راسي اي بلاصه مشيتي، اي بلاصه مشيتي فاش كتحصل شي حاجه كبيره ضروري كاين شي واحد كيهضر باللونجي، ماشي الفرنسي ماشي الايطاليا ماشي ماشي ماشي، تعلموا اللونجي. راه لا بغيتي تخرج بغيتي تسافر بغيتي تعرف وبغيتي دير وما بغيتيش تحصل في شي بلاصه خصك تكون عندك اللغه باش تهضر. راه العربيه ديالنا ما تعرفها حتى حد، راه كنعرفوها غير حنا. انا مشيت جبال تايلاند هنا حتى حد ما يهضر كنت تهضر باللونجلي غدوز راسك. المهم سو كيما قلت لكم ان الانجليش لاني كتعلمت اللونجلي فاش تجي لاصال هنا الا كنتي مثلا ها انت اللونجلي هي بحال عندي ديبلومه انا تنهضر باللونجلي فاش غنكون في لاصال هنا الا جاو حتى ضنوني وسبونسروني انا بحال خدام معاهم تنترجم للناس. سو هاي كتنفع. سو تعلموا 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 اللغه الناس اللي باقيه لا طالعه وباغا تلعب وباغا توصل الابطال تريني وتعلم اللغه. المهم سو هذه بالنسبه للاصال. لاصال ما كاينش لاصال اللي يجي حتى بمك. هذا الشيء على خبره ديالي على التساؤل ديالي اللي سولت الناس هنا اللي تلاقيت مع الناس هنا. لا عندك شي لاصال غير حتى بمك تسير ليه. ما تنقولكش انا ما يمكنش، لا راه يمكن يمكن، ولكن خصك تكون بطل، خصك تكون عندك حتى تحصل الالقاب، خصك تكون عندك على الاقل 30 كومبا 30 كومبا محصل الالقاب. صيفط ميساجات ديالك بحال كتقلب على خدمه، صيفط ايميل ديالك لصال هنا في الانستغرام ولا في فيسبوك وتمنى من الله ان شي واحد يجاوبك ويقول لك اوكي حنا نقابلك. وداك لاصال قول ليه صيفط لك انفيتيشن والبيرمي ديالو بان عنده لاصال تشدهم كتزيدهم على الفيزا المعلومات ديالك وكتبعهم للقنصليه كيعطوك الفيزا كتجيبها لها. سو هذا هو الموضوع ديالنا ديال الفيزا كيفاش تجي كيفاش تري لينا الخط بالنسبه للخط في المغرب. بالنسبه للخط كيجي تسافروا ويدوروا دوله واعره دوله وبحورا فيها واعرين. هاد السيمانه دي مشيت لواحد البحر كوهولان واعر واعر، خسرت تقريبا شي 20 دولار باش ماشي 20 دولار شي 2 دولار باش نمشي لتما. مشيت بالموطور لواحد البلاصه خديت واحد الفيري ب 30 باث اللي هي 1 دولار مشيت ورجعت تقريبا شي 2 دولار باش نمشي لتما. واعر واعر الناس اللي متبعيني في انستغرام راه كيشوفوني فين كنمشي. تايلاند واعرة، البحورة فيها واعرة، الماكلة فيها واعرة، الماكلة 24 اور يعني الماكلة 24 ساعة فيما مشيتي غتلقى الماكلة، فيما مشيتي غتلقى الماكلة. الناس كطيب في الزنقة بحال الكرارس عندنا في المغرب، في الزنقة في الشارع فيما مشيتي غتلقى الماكلة. داسيت هذا هو هذو هما المعلومات اللي عندي حاليا على تايلاند. انتم شتوني كيفاش جيت كليت، هذا با ساليت غادي نكمل العصير ديالي غنركب على موطوري وغنمشي نعس. خوتي ما كتعرفونيش هذا اول فيديو درته بحال الفلاك، غندير منه فيديوهات بزاف. مي تومورو غدا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو ديال التكنيك، عنديكم واحد التكنيك في الباب في الباك، درت لكم واحد الكويشن في يوتيوب دخلوا شوفوا شنو بغيتوا واش ديروا الفيديو الجاي على التكنيك كارديو ولا نهضروا على الصبر، الصبر باش في لونطريمو باش تكون عندك الصبر مزيان. المهم الخوت اللي عجبكم الفيديو تامز اب شير لايك وخلي الكومنت ديال خلي الاسئله ديالك اللي عندك شي سؤال على تايلاند نحاول نجاوبك عليه، ما قدرتش نجاوبك عليه غندخل ندير البحث باش نجاوبك عليه. ما حدي انا باقي لنا شهر، الا عندك شي سؤال على تايلاند بليز خليه في الكومنت خليني نجاوب على الاسئله ديالك. يلا نشوفكم فيديو جديد في حلقه جديده مع امين، كنحبكم في الله، بيس.